الطريقة السهلة والسريعة لتنشيف الخضار الورقية، الروزماري، الزعتر، الريحان، النعناع، الملوخية، الميرمية، أي شيء، بثلاث دقائق بس. صحتين وألف هنا. طريقة تجفيف الورقيات الخضراء ضرورية لكل بيت، أي شيء عندكم، ريحان، نعناع، روزماري، زعتر، شبت، ملوخية، ميرمية، أي شيء موجود عندكم تقدروا تنشفوه وتطحنوه وتخزنوه لوقت الحاجة بأسهل طريقة. تابعوا، هذا زعتر أخضر، بدي أطلع الأوراق. هي خالصين، هلا بدي احطهم بالمايكرويف لمدة دقيقة واحدة واطلعهم. هاي بعد دقيقة، هلا بدي اقلبهم شوي وارجعهم كمان دقيقة. هاي الدقيقة الثانية كمان بدي اقلبهم شوي وارجعهم دقيقة اخيرة، ولازم يكونوا جاهزين. وصحتين والف هنا. هذا بعد 3 دقائق هيك صار جاهز. هلا بدي اخليه ينشف تماما ويبرد تماما، وبعدها تطحنوه. وصحتين والف هنا.